الفريك، شوربة الفريك. عشان نعلق على شوربة الفريك يا عم حسني، تعالى اما نشوف. هنحط المادة الدهنية الأول، والفريك بتاعي هيكون نقعاه لمدة ساعة وغسلاه وموضباه آخر توضيب. تعالى يا عم حسني، أحط معلقتين من الزيت يقدحوا عندي، وبعد كده أحط بصلتين أدبلهم كويس قوي، والفريك قدامك أهو يا حسني منقوع لمدة ساعة قدامك أهو. خطواتك كده عشان تستمتع بشوية فريك شوربة في الساعة اللي احنا فيها، واحدة واحدة كده. دبل عندي الايه؟ البصل خالص، اروح حاطه فصين من الثوم المفروم، وريحة الثوم تطلع عليا جزراية، اكون مقشراها ومقطعاها مكعبات صغيرة، عود كرات، عود كرات، اولويات السوا حسني بيقول لك عود كرفس. خطواتك كده قدامك اهو، يبقى حطينا الثلاثي البصل والكرات والكرفس، وزودت عليهم جزرة وتومة، معلقه صلصه عشان اللون، واجيب طماطمتين اخد اللحم بس بدون جلد وبدون بذر. هتركاتك يا عم حسني، وتعالى تبله شويه من الملح، شويه من الفلفل، شويه من جوزه الطيب. يبقى خطواتك كده كلها قدامك. واروح جايبه الفريك بتاعي اللي انا نقعته لمده ساعه، اصفيه كويس، تعالي نحطه على الخلطه دي بعد ما تبلناها ملح وفلفل وشويه من جوزه الطيب، وادخل كل ده مع بعضه، ياخدوا الأطعمة كلها من بعض، بتاع البصل والثوم والجزر والكرات والكرفس والصلصة ومكعبات الطماطم والملح والفلفل، وحطيت له شوية من جوزة الطيب. جاهزة كده، أكون مجهزة له 5 كوبايات من شوربة الخضار. قدامك بيغلي كده، أروح جاية مديله صدمة فيها. عند التقديم هديله شوية بقدونس مفروم. أسيبه قد إيه يا عم حسن؟ 25 دقيقة يكون جاهز عندك الشوربة. عند التقديم شوية بقدونس مفروم.